انفراد جديد لحديث القاهرة. خير رمضان مع الدكتور زاهي حواس من داخل المدينة المفقودة. احنا لما قلنا ان احنا هنعمل كشف خطير هيهز الدنيا، لانه كشف غريب. نعم. انت هل عمرك كشفت مدينة؟ عندنا واحد شراني كده كل مرة يطلع لك بحاجة. ده وريث يعني. وريث يقول لك ده مش صح، ده من المومية مش عارف ايه، ده يا ابن الحلال. هذا اللي نشر وبيقول ان الاكتشاف يعني ده يعني. انا مش عايز اقول اسماء لكن انا عايز لا من غير انا عايز اقول لك حاجة. احنا هنا لا نعترف بحاجة، انت عايز تناقشني في حاجة. انا كاتب مقالات علمية في الموضوعات دي. منشورة في العالم كله، اعمل مقالة اثبت لي ان انا كلامي غلط. أيوة. لكن ما تطلعش اي كده كلام. انا اسف السوشيال رغم ان انا مع احترامي لهذا الشخص ان انا بقول له يعني ما يبقاش كده، يعني بص فيما كتب وبص فيما نشر عشان نحبك والبلد تبقى جميلة، لكن انا مش هيجي زي حواس بتاريخه ده ويقوم جايب كشف مثلا مكتشف قبل كده، ما ينفعش. حديث القاهرة مع خير رمضان الليلة الساعة 9 مساء فقط على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.